أعطي كلمة لرئيس روسيا بيضاء سيد ألكسندر لوكاشينكو. أيها السيدات والسادة، فخامة الرئيس سيد بوتين، أهنيكم برئاسة ناجحة. كل شيء تم في وقته وبشكل فعال، وخلال فترة قصيرة من ناحية التاريخية تجمع بريكس صار مركزا لجذب دول أكثر وأكثر تربط رؤيتهم عن نظام عادل مع تجمع البريكس، والنظام الذي فيها مساواة بين الدول رغم مساحتهم ورغم قدراتهم، حيث يوجد حق لتحديد سياسة خارجية مستقلة. تجمع بريكس هي مجموعة للمستقبل، ويمكن أن تقرب إنهاء التاريخ في هيمنة الغرب الجماعي الذي لا يقدر يتحمل المسؤولية لتنظيم علاقات دولية حضارية. وإن الهدف أعضاء تجمع هو يعني تواصل إلى تحقيق الهدف بحوكمة العالمية، وروسيا بيضاء يتوجه إلى تجمع البريكس مع أفكار محددة ومع مشاريع رامية للمساعدة في حال قضايا إنسانية عامة. نحن على استعداد أن نكون عضو نشيط ومسؤول، وإن موقع جغرافي لروسيا بيضاء في وسط أوروبا وتجربات الأخرى يسمح لنا أن نتكلم عن بيلاروسيا على قدرة أن تكون جزء مهم من تجمع بريكس، وإن مشاركة البريكس يواصل قدرات تجمع بريكس، وهذه المشاركة ممكن تعمل تجمع بريكس أكثر شمولة وأكثر قوة وأقوى. ونحن نستطيع أن نلعب دور في مجال الأمن واحترام متبادل والأمن لا يتجزأ والتعايش بدون نزاعات ومواجهات. هذه هي المبادئ التي علينا أن نبني نظامنا الجديد برأينا. ثانيا، تنمية المستدامة. لجزء كبير من الدول العالمية كروسيا بيضاء، بناء الدول ذات المستقلة هي، وروسيا بيضاء تعمل كل ما في وسعنا وتنجح في هذا المجال. نحن على قدرة أن نقترح تجرباتنا كيف يمكننا أن نعمل هذه الدول أقوى، وكيف يمكننا أن نتفادى الثورات البرتقالية وتسويق الابتكارات وتمكين تكنولوجيات. ثالثا، مكافحة جو وتداعيات تغيرات المناخية. روسيا بيضاء واحد من الأكبر موردين للمبيدات والأصمدة والمنتجات الزراعية بما في ذلك أجهزة والماكينات، ونحن نقوم بمساهمة في توفير الأمن الغذائي، ونحن على استعداد التعاون مع شركائنا في هذا المجال. رابعا، مجال الإنساني. روسيا تعليم في روسيا بيضاء قيم جدا ومشهور في العالم كله، لأنه شهادات جامعات روسيا بيضاء قيمة، والآن نحن عندنا طلاب من 180 دولة، وهذا بسبب المدرسة ومؤسسات تعليمية قوية. بين مجالات الرئيسية هو التكنولوجيات الجديدة، وهي صناعة تكنولوجيات
بيئية وروسيا بيضاء نجح في جمع القدرات في مجال الفضاء، ونحن على قدرة أن نقدم الاقتراح بخلق مجموعة المدارية والأقمار الصناعية، ونحن على قدرة تبادل بالمعرفة العلمية والتطبيقية. روسيا بيضاء لها مستوى عالي من التعاون مع أغلبية كبيرة من دول العالم، وممثلي هذه الدول موجودين في هذه الصالة، مع كثير منها عندنا العلاقات ثنائية طويلة. والآن يمكن أن نضيف إلى هذا المعيار الثنائي العمل والتعاون على ساحة متعددة الأطراف. شكرا جزيلا، شكرا للاهتمام. فخامة الرئيس سيد ألكسندر غريغوريفيتش، شكرا لكلماتكم، وأن روسيا بيضاء تظهر وتارة النمو في مجال الاقتصادي ومجالات أخرى جيدة، وبالتأكيد روسيا بيضاء ستساهم مساهمة كبيرة في عمل تجمع البريكس.